الموقف الأخباري من قناة النيل الأزرق، حياكم الله. امتدح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دجلو جهود شباب السودان ومقدراتهم على صناعة مستقبل أفضل للسودان، مشيدا بتضحيات جرحى وشهداء الثورة من العسكريين والمدنيين في سبيل تحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. جاء ذلك لدى مخاطبته تدشين عمل منظمتي أيادي الخير للتنمية المستدامة في حضور أكثر من 7000 شاب وشابة من طلاب الجامعات السودانية، مؤكدا أن السودان يتمتع بخيرات وموارد ضخمة من بترول وذهب وصمغ عربي وغيرها من المنتجات التي ينبغي أن تدخل في الدورة الاقتصادية عبر بنك السودان المركزي. تعهد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالعمل خلال الأيام المقبلة على محاربة كافة أشكال التهريب عبر تفعيل كافة القوانين الرادعة التي تمنع هدر موارد البلاد، مشيرا إلى أن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في تهريب موارد السودان حتى إن كان هذا الشخص حميتي نفسه مثل ما يقول البعض، ولفت إلى أن هذا العمل سيتم وفقا للقانون وحراسة حدود السودان من تسرب موارده. إن شاء الله بإذن الله هنشتغل نوقف كل أنواع التهريب، ونعرف بالضبط يا أخوان المهربين منه. الدائرة أقول شنو يا أخواننا، لازم نحدد المهربين ذاتهم منه، حميتي زي ما بقولوا، آخرين منو، لازم نحددهم، لازم الكلام ده يا أخوانا نعمل، ولازم نعمل قوانين رادعة تهرب ذهب ويجيبوك ويدوك ذهبك في النهاية، يقول لك بس انت يعني ما عارف قوانين وما شغالين بها، كلام ده تاني ما في. وكيلة وزارة العدل المكلفة مولانا هويدا علي عوض الكريم اليوم كلمة عبر الإنترنت أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، وشكرت هويدا وفود الدول التي شاركت في استعراض تقرير السودان الثالث أمام الاستعراض الدوري الشامل في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان الذي سلط الضوء على التقدم الذي أحرزه السودان في تعزيز حقوق الإنسان، وعربت عن تقديرها لكل المداخلات والتوصيات البناءة التي قدمت خلال الجلسة، مضيفة أنهم سيعكفون على دراساتها ومراجعتها مع الهيئة بدقة وحرصا على اتخاذ القرار بشأنها في الدورة 50 لمجلس حقوق الإنسان. قال رئيس اللجنة التسييرية لمفوضية حقوق الإنسان الدكتور رفعت ميرغني، قال إن خطاب الكراهية من أخطر الخطابات التي يمكن أن تدمر المجتمع لأنه يقود إلى العنف والتفرقة. وأكد دكتور ميرغني خلال مخاطبته منتدى مكافحة خطاب الكراهية اليوم بمركز فيصل الثقافي بالخرطوم الذي تنظمه المؤسسة المدنية الخيرية للتنمية بالتعاون مع مركز كايسيد ضمن فعاليات مشروع بتجمعنا الإنسانية، أكد أن خطاب الكراهية يتعارض مع حرية التعبير، مشيرا على أهمية التحدث عن مفاهيم خطاب الكراهية والمخاطر التي يمكن أن تترتب عليه من مخاطر مجتمعية تهدد النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع والأمن القومي. نكون في هذا المنتدى في هذا اللقاء الذي يتناول الموضوع على درجة من الأهمية وهو مسألة خطاب الكراهية، وفي الواقع أنه خطاب الكراهية هو من أخطر الخطابات التي يمكن أن تكون في أي مجتمع، لأنها قد تقود إلى عنف، قد تقود إلى التفرق في المجتمع، قد تقود إلى مشكلات عميقة. افتتحت الهيئة العامة للطرق والجسور الاتحادية وهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم اليوم، افتتحت الشراكة الخاصة بتأهيل طرق ولاية الخرطوم بداية من شارع الجامعة. وقال والي الخرطوم المكلف محمد الطيب الشيخ، قال إن البداية كانت بشارع الجامعة بصفته واحدا من الطرق المهمة التي تربط بين مركز الخرطوم ومحليتي بحري وشرق النيل، متعهدا بالعمل مع الولاية لتأهيل كل الطرق.
يعني بدي يعني تأهيل كثير من الطرق اللي حصل لها هذا الدمار. تماما الحجم بتاع العمل كبير جدا. نفتكر انه احنا بدينا بشارع الجامعة ولرمزيته حقيقة. جامعة الخرطوم هي الجامعة العريقة والجامعة الأولى في السودان، وشارع يمكن بربط مدن بحري وكذلك شرق الخرطوم بالمنطقة المركزية في العاصمة. أنا أفتكر بداية يعني لها رمزيتها. نقول إن شاء الله هذا العمل يتواصل ما دام نحن عندنا يعني إن شاء الله تنسيق تام بين كل وحدات الحكومية في الدولة. يعني برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، افتتحت مبادرة عوافي الحملة الإعلامية لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بالخرطوم. وتهدف المبادرة لتأهيل وتدريب الأسر وتنمية مهاراتهم في الوقاية من خطر تعاطي المخدرات، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي خاصة بين فئة الشباب بمخاطر الإدمان وحثهم على طلب العلاج المؤسسي بالمستشفيات والمراكز العلاجية المختصة أو المجتمعي بالمنازل بإشراف من مختصين في هذا المجال. دشن صندوق التأمين الصحي فرع ولاية جنوب دارفور انطلاق مخيم العيون بمحلية بورام، الذي يحتوي على مقابلات وكشف وإجراء عمليات، بالإضافة لتيم توعوي من قسم الإعلام لتوعية المواطنين للاستخدام الرشيد للأدوية والمضادات الحيوية وكيفية تلقي العلاج والخدمات التي يقدمها التأمين الصحي للمؤمن لهم. وقعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية اليوم بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر وذكرة تفاهم مع شركة ريبس ميت الفرنسية لتسويق منتجات الثروة الحيوانية إلى أوروبا والاستفادة من سلاسل القيمة المضافة، إضافة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية. وقال وزير الثروة الحيوانية في تصريح صحفي: خلال شهرين من الآن سنصدر اللحوم إلى ألمانيا، وسيتم فتح أسواق جديدة في أوروبا والاستفادة من منتجات الثروة الحيوانية. من جهته قال مدير الشركة: نود أن نستثمر في قطاع الثروة الحيوانية خاصة اللحوم التي تزيد من القيمة المضافة وتسويقها إلى دول أوروبا في حدود 1,000,000 طن، إضافة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية. بهذا الخبر مشاهدينا ينتهي الموقف الإخباري. أينما كنتم تمنياتنا لكم دوام الصحة والعافية. في أمان الله.